مين بيعرف عن إعادة التدوير؟ ايه تفضلي. سبحان الله، كنت أسأل عن إعادة التدوير وأظهرت الصورة. أسأل فينا بإعادة التدوير مثلا عندنا مثل قطع الألمنيوم، حلو فينا مثلا يعني تكون كويسة، ما عندنا مثلا مهترية. هلا أنا عندي تمام بدواليب، مثلا عندي إعادة تدوير دواليب خربانة تبع السيارات، فيني جيبها إدهنها زبطها، أزرع فيها ورد وشجر، منها يعني بتعطي شكل حلو، ومنها بنفس الوقت مثل إعادة تدوير. أنسي حتى مخلفات الحرب عندك، مرة صحيح شفت أنا رحت عند جماعة جايبين أنسى نص صاروخ، أنسى صاروخ صارعي الفارغ صحيح اللي له، صحيح أنسى زارعين في شجرة، والله بعتقد كانوا يعني زارعين في خصلة شجرة الذرة، أنسى بس إنه عبين ما تكبر رح يشيلوها، وجايبين هيك رصاصات صغيرة وعم يزرعوا فيها ورد. كمان أنسى هاي إعادة تدوير، أنسى مثل عندك الأوراق، يعني مثلا الأوراق اللي كتيرة بدل صحيح ما ترمى، إذا الواحد هيك بيجمعها بتنبعت لمعمل الورق بتنعاد، بيرجعوا أنسى بيساووا فيها تظبيط ورق من اول وجديد. تمام. احسنت، أنسى وأهم برافو. شيء عندها كمان أنسى بالمحافظة على البيئة، يعني لحد هلأ للأسف يعني لسه موجودة بمجتمعنا، أنسى رمي الأوساخ بالطرق، يعني الوسخ بالطرقات، بتمشي بتلاقي قمامة، بتلاقي أوساخ، يعني بتلاقي المحط يعني الأوساخ كتير بالشارع. كمان هذا عمال يلوث البيئة، أنسى بشي بزيد الجرذان صراحة، بيطلع صحيح، بزيد الأمراض، يعني الأمراض، كثير مصيبة. صحيح طبعا سبحان الله يعني معانين بمشكلة، بيقول لك ايه ابن فلان عم يرمي او فلان عم يرمي، لازم عن جد نبدأ من نفسنا، يعني بعد من ما سمعنا كل أنفسنا. هالدرس صحيح صحيح نبدأ. هلا مثلا شفنا وسخ بالأرض، الواحد يشيله اولا، من نفسه، بعيله، يعني له اجر، يعني مو بس اني شلت إماطة الأذى انت عن خلص الطريق صدقة، يعني النبي صلى الله عليه الاذى وسلم عن أوصى الطريق. بهذا الموضوع. نعم هاي فكرتي والله. شكرا لك. بس الاسم أول مرة كأنك بتشاركي معنا. فاطمة طه دائما بشارك معك. فاطمة طه، صح، بس أنا اعذريني ماني شايفة الأسماء. طيب، فكرتك ليش كتير لك رائعة. أنت ولا يهمك؟ إعادة التدوير أصدقائي هي فكرة مهمة جدا. تعالوا بس لأشرح لكم إياها، مشان أضيف على كلام فاطمة اللي هو ما شاء الله كلام ممتاز وموزون. يعني فكرة إعادة التدوير، في مواد اسمها مواد عضوية. شو يعني مواد عضوية؟ مواد عضوية يعني بتجي المفككات وبتحللها وبتخليها تروح تتحلل وتدوب وبترجع لقلب التربة. هي الفكرة، فهمناها بالدروس الماضية ولا لا؟ نعم أستاذ، حلو، تمام. ممتاز. كمان في عندنا مواد اسمها مواد لا عضوية. لا عضوية، لا في مفككات بتفككها، ولا في محللات بتحللها، ولا في جراثيم بتقدر عليها، ولا في فطريات ممكن تقضي عليها. هي المواد اللا عضوية مثل الزجاج، بلاستيك، البلاستيك، الألمنيوم، الألمنيوم، وبعض أنواع أعتقد المعادن الأوراق. والأوراق. هلا الورق نوعا ما أخف من غيره. الورق حط ورقة بالماء بتلاقيها تشتشت، وبعد شوي بتلاقيها مالها موجودة أصلا، لأنه الورق بينصنع من الشجر. عرفتوا كيف؟ في أوراق بتنصنع من مواد أسي هلأ الشجر. يا أسي، تفضل. أسي ممكن الأوراق، أسي أنا سمعت إنه بيحطوها تحت التربة، بيطمروها تمر وبعد سنة تتحول لسماد طبيعي، ممكن؟ ايوه طبعا طبعا، لانه اصلا هي ماده، يعني فيها مواد عضويه اصلا لانه منشاها عضوي. تمام. اما مثلا عندكم البلاستيك ابدا مو منشاه عضوي. تمام. لسه في المصيبه الاكثر اللي هلا ان شاء الله بدي بالصوره الجايه بحكي لكم عليها، بس الفكره بدي اياكم تفهموها. ليش اعاده التدوير؟ يعني هدول في مواد مثل ما بيقولوا لا بتنحلب ولا بتنجلب، يعني راسها يابس، ما في شيء بيحللها، بتقعد بهالبيئه، تقعد بهالتربة. خلينا نقول، هلأ بحكي لكم أرقام هائلة، أحيانا ممكن تقعد مئات السنين. شايفين هاي مثلا قنينة سائل الجلي، مئات السنين وما ولا حدا شلون بدي لكم، ولا بتتلحلح ولا بتدوب ولا بيصير لها شيء. تمام. طيب هي التربة يلي موجودة هي فيها قديش الضرارات؟ قديش الضرارات؟ أنا عم أحكي لكم على مستوى قنينة واحدة، بس نحن شايفين المناظر بعيننا، شايفين المناظر يلي بيكون فيها كمية البلاستيك هائلة يلي موجودة. فمثلا يلي بيروح بلم بلاستيك، الله يجزيه الخير، قديش رب العالمين كاتب له أجر، بلم هذا البلاستيك وبياخده على معمل لإعادة التدوير. شو بيعمل إعادة التدوير؟ بدل ما يصنع بلاستيك جديد ويملينا بأناني جديدة، شو بيعمل؟ تفضل. بيصنع قديمة، سي حلو، بدوبها برجع بيعملها قنينة جديدة. بدوبها وبيرجع بيعطينا اياها.
مو احسن ما يرد احسن ما يصنع بلاستيك جديد ويعطينا اناني زياده؟ لا، شو منقول؟ تعالوا لموا كل هاي الاناني لزياده، تعالوا لموا كل هذا الازاز لزياده، خذوه على معمل الازاز، ذوبوه، رجعوا ساووا لنا ازاز من اول وجديد. خذوا هذا الالمنيوم او حتى البطاريات، البطاريات كثير مضره بالتربه. خذوا كل هدول الشغلات يلي ما بيتحللوا، ما في كائنات تحللهم، روحوا رجعوهم على معمل اعاده التدوير، خلوهم يرجعوا يساووا لنا اياهم من اول وجديد. ومثل ما حكت صديقتنا فاطمه انه هذا الورق نحن بناخذه على المعمل بيرد بيرجع بيساوي لنا يا ورق من اول وجديد، مو احسن ما نقطع شجر ونرد نصنع ورق وهذا الورق يروح على التربه يتحلل؟ لا، خلينا نحن هذا الورق يلي عنا نعمله ونساويه بإعادة التدوير. طبعا بالدول المتقدمة عند حاوية الزبالة، العفو منكم، بيحطوا 4 سلات، بيكتبوا على كل سلة هذا الشيء. وطبعا العالم متدربة على هذا الموضوع. يعني مثلا أنا ست بيت عم أجلي أو عم أشتغل بخلال اليوم تبعي، فتحت المجلة أكيد في هون المكان اللي بنحط فيه القمامة. أي قمامة هي مثلا قشر بطاطا، قشر بندورة، قشر موز، بقدونس، هي الشغلات العضوية، العضوية هاي لأنه ما بناكلها فهي عضوية، بخليها بكيس. ليش؟ لأنه هي متى ما رمت بقلب التربة لحالها بترجع بتذوب وما في إلها ولا أي أثر سلبي. بس مثلا طلعت معي أنينة مي، أنينة سائل الجلي، طلعت معي غطا علبة، طلع معي علبة الحلاوة، شو ما كان هدول العلب، بروح بحطهم كيس هيك لحالهم على جنب، ما بحطهم مع هدول. ولما بكبهم بالزبالة بحط هاد لحال وهاد لحال. تصوروا انه انتم قديش عم تسهلوا على هذا الشخص اللي هو بيشتغل بموضوع إعادة التدوير، وقديش بتسهلوا عليه انه يلمهم وياخذهم على المعمل. تمام؟ اما امتى بيكون الصعوبة؟ لما بنحط كله مع بعضه خبيصة واحدة. فهذا موضوع ما له صحي ابدا. ان شاء الله نقدر نوصل لمرحله عن جد تكون من ثقافتنا موضوع اعاده التدوير، ما انه هو خلينا نقول فزلك احيانا بس يشوفوك عم تحكي هذا الحكي، خصوصا اذا انت ما عم تحكي مثلا مع رفقاتك بالمدرسه او مع استاذك او هيك، انه هيك بالطبيعه بيقولك ايه وشو مزوده ومدري شو. لا ابدا، هي سبحان الله من اساس ديننا انه نحن نحافظ على البيئه اللي رب العالمين خلق لنا اياها وعطانا اياها نظيفه، ولازم نحاول نحافظ عليها نظيفه. طيب شوفوا لي هذا المنظر، هذا اللي كنت بدي لكم عليه. شايفين هاي الاكياس النايلو؟ هي اكبر خراب، اكبر خراب للكره الارضيه وللتربه بالكره الارضيه. هي توصل احيانا لالاف السنين ولا بتتحلل ابدا. هي المنطقه بتنزرع؟ بتنزرع يا ترى؟ لا سيب طبعا لا. فكتير بيصير بالعالم في حملات ضد الكيس الاسود، هذا كيس النايلو الاسود، لانه كتير هذا يا لطيف اكثر من غيره لسه ما بيدوب قبل غيره يعني. فبيروحوا بيجمعوها وبياخدوها لإعادة التدوير وبيستصلحوا هي الأراضي وبيعملوا هيك شغلات. إن شاء الله يا رب هيك أنا أقدر أنا وياكم نصق لنقدر نعمل شيء هيك بمناطقكم، يعني أنه مثلا كل منطقة يجمعوا هيك أنتوا كطلاب، يعني تعملوا مثل مجموعات لو 4-5 شباب 4-5 صبايا أو تنشروها بين الأولاد، بهيك أنه نحن نقدر كل ما لقينا منطقة مثل هاي نعمل حملة كاملة تروح مسارات بكادرها كله. مثلا وين المنطقة مثلا بإدلب اللي موجودة هيك وما فيها وفيها هذا المنظر، نحن نحاول أنه نلمهم ونجيب مختصين مثلا أو هيك ونفلح هاي الأرض ونزرعها زيتون، نزرعها سرو، شو ما كان يعني هيك شو ما صح لنا ان شاء الله. وهيك شو بيقولوا، هي صدقه جاريه الى يوم القيامه ان شاء الله. اذا لحتى قدر عيد توازن الطبيعه لازم يكون في عندي ثقافه اعاده التدوير. خلصنا. في شغلات ثانيه بتخطر ببالكم قبل ما نختم الدرس؟ في شغلات سؤال هلق تفضل. اسف في شيء انه قدمنا موعد درس العلوم، اسي لازم كان هلق ليش؟ اي والله انا بعتذر، انا موجوده بتركيا، فنحن هون بتركيا ما بيغيروا الساعة، فتوقعت انه نحن لساتنا على الموعد القديم وبلشت قبل بساعة، فان شاء الله الدرس عادي انسي رح عادي ولا يهمك. هو بالاحرى استاذ الانجليزي اعتذر عن درسه، هو اللي بده يكون بعدي مو لا قبل
هو انجليزي بعدين علوم. اول ما بلشتي بالدرس اه تمام تمام كثير ممتاز يعني اجت من مصالحنا يعني حتى ما ايه لك بس يمكن فتت وكانت اخر حصه الفيزياء يلا مو اشكال ان شاء الله. اي استاذه شغله بعد تفضلي فاطمه بعد انسى شرحك لاعاده التدوير وهيك في شغله هيك حبيتها بنقطه مهمه انه للاسف يعني انسى اللي بتلاقيه بيلم النايلون او هيك بعض الناس بتنظر له نظره مقرفه او نظره مقززه يعني للأسف. طبعا للاسف هيك ولكن بعد هالدرس هذا اهم شيء لازم ننشر الوعي بين الناس انه هذا الزلمه او هذا الطفل او هاي المره اللي عمل هي لازم نحط على راسنا لان الله يجزيه الخير عم تحمي لنا البيئه واللي عم يحافظون عليها وما في لازم نفتخر يعني فيها يعني صحيح هي على ما يمكن انه هي عم تاكل نجمتها بعرق جبينها يعني في كثير ناس ممكن سهل عليها انه تقعد وتتسول وتمد ايدها وتقول لهم اعطوني هي هدول الاشخاص هن رفضوا هذا الموضوع وحتى بالعكس لازم هدول نرفعهم على راسنا والله تمام بس كمان حابه اضيف نقطه يعني للاسف هلا يعني طبعا حاشا اللي عم ينقال عنه هالحكي اذا حدا بده يهينه مثلا بيقولوا له الزبال يعني للاسف بهي الكلمه قبل كل شيء عملتين شخص عم يحمي لكم البيئه ثاني شيء عمال ينظف الوسخ اللي انتم ما بتعرفوا تنظفوه ثالث شيء هذا الانسان اسمه عامل نظافه يعني صح. بعد هالدرس هذا عن جد يعني أخذنا فكرة كويسة روحي الله يجزيك الخير يا رب يبارك فيك أخذنا فكرة كويسة لازم هالشي ما نحتفظ فيه لازم عن جد ننشره ونبدأ من أنفسنا يعني ما هلأ من هو جاي يعني إنه يعني الإزاز البطاريات ما نرميهم بالحاويه هيك فلان كان على يلا على طرف على طرف حتى لو هو قدش بيفرح هذا الشخص لما بيلاقيهن بكيس نحن هون كمان عنا هذا الموضوع في نفس الفكرة إنه في أشخاص بيمشوا بالطريق بيكونوا حاملين أكياس كتير كبيرة على عربيات وبيلموا النايلون طبعاً هن الموظفين بمعامل يعني فهون عندكم هون ما في هيك يعني هون بيحطوا له كيس المليان نايلون على طرف وكيس يعني اللي فيه هيك قرف يعني الأكل وهيك شفتوا كيف بتطلع ريحته وهيك ما بيخلوه يضطر إنه يروح يمد ايده بقلب هذا الكيس الوسخ لا هن بيحطوا له كل النايلون بكيس واحد وعلى طرف فقدش كمان هن يعني عم يعطوه نظره احترام انه خذهم هدول الك بس بطريقه مؤدبه يعني احترام وقبل كل شيء عم يحموا الزلمه من الاذى يعني اصل بهالاوساخ هاي هذه نقطة في جرذان عسى في أفاعي بتجي على الوسخ في بعوضات يعني أنتوا عم تحموا إنسان على فكرة يعني ما بس عم تحموا بيئة عن جد أنتوا عداك عن الروائح الكريهة يعني اللي صحيح. بتقتل أنتوا ما بتتحملوا كيف عم تقبلوا لإنسان عم يتحمل عن جد لازم نشتغل على حالنا بهالموضوع يا رب إن شاء الله الله يقدركم يا رب وأنتوا يلي تقدروا تبنوا يا رب يلا وشكرا لمداخلتك فاطمة رائعة طيب هلأ بموضوع الإنسان والبيئة اللي هو كان آخر درس بالنسبة لنا حكينا عن موضوع التوازن البيئي حكينا عن موضوع التوازن الحيوي إذا بتتذكروا هلأ رجعنا وحكينا عن طائر الدودو تذكرنا حكينا عن التوازن الفيزيائي وبعدين دخلنا بموضوع أسباب اختلال التوازن في أربع أسباب ذكرناهم شرحت لكم ياهم موضوع أني دخل كائن بدون ما دخل عدوه تذكروا قصة الأرانب كيف انتشروا وعملوا تمام واني اقتل كائن ببيئة متوازنة هيك اجي اخفي كائن ببيئة متوازنة مثل مثال طائر الدودو هذا كانت البيئة متوازنة وعين الله عليها لما اختفى طائر الدودو ما عاد في توازن تمام ومن اسبابه ايضا اني استخدم المبيدات الحشرية بطريقة غير مرشدة وعلى كيفي وزود بالعيارات وكتر بعدد المرات وكل ما اجاني مبيد استعمله بدون ما اسأل او انه اعرف شو الابعاد تبعه كمان هذا موضوع خاطئ اضافة لتغيير الاجراءات الزراعية يعني ازرع باوقات مو وقت الزراعة تبعها تمام لازم اعرف إذا كنت أنا مالي فلاح شاطر بروح برجع للصيدلية الزراعية أو للمركز الزراعي هن بيدلوني أما ما شاء الله يعني مثلا إحنا فلاحين بيعرفوا إنه هلأ وقت زراعة هلأ وقت حصاد هذا ما بينزرع هلأ هذا بينزرع بالصيف والصيفي ما بينزرع بالشتاء وهكذا تمام؟ بعدين بلشنا بدور الإنسان باختلال التوازن البيئي
حكينا انه في دخان مصانع، انه ردم بحيرات وجفف مستنقعات وعمل شيء اسمه الرعي الجائر وقطع الغابات. سبحان الله، الله يصلح شأننا يا رب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، يعني لما بيظهر الفساد بالبر وبالبحر فعرف انه الناس هن يلي عم يعملوا هذا العمل. بعدين هيك نظرنا بنظرة إيجابية وعرفنا كيف ممكن رجع التوازن البيئي، كيف ممكن عيده، وكيف عن جد بخطوات بسيطة وسهلة ممكن نرجع لعملية التوازن البيئي. ممكن الطاقة البديلة، ممكن إعادة التدوير، ممكن إعادة تشجير الغابات، وطبعا إني أخفف من كل هدول الأشياء أكيد رح يرجع يتوازن النظام البيئي بإذنه تعالى. طيب يلا هات لنسأل كم سؤال قبل ما نختم الدرس. مين حابب يشارك؟ أنا. يلا تفضل محمد. يلا. يلا أول شيء محمد. يلا. يلا. يلا سمعك. يلا. نقي لك واحد أنا. نقي. يلا. يلا. علل ما يلي. قتل الكائن في بيئة متوازنة يؤدي إلى خلل في التوازن البيئي، شو بيصير؟ من عندك فكر فيها وجاوبني حتى لو بالعامي ما مشكلة. عسي يعني ليش بيختل التوازن البيئي إذا قتلنا الكائن؟ صحيح. إيه عسي، لأنه هالكائن هذا يعني شو بدي أقول لك، يعني هو اللي عم بيشكل يعني التوازن البيئي، يعني لو ما هالكائن يعني ما كان تشكل التوازن البيئي عنا. بدي تشرح لي أكثر، هيك ما عطتني جواب. يعني هذا الكائن بهي البيئة لما بيختفي مين بيموت مين بيعيش، هيك يعني قصدي. يعني إذا اختفى مثلا مثل ما قلت لكم خفينا البومة مثلا، شو بيصير؟ كانت البيئة متوازنة، تذكر لما حكيت لكم إنه اختفت البومة؟ إيه آسي آسي، بيصير خالب التوازن البيئي أنسي، لأنه هي البومي مستهلك أنسي ثلاثي ثالثي. تمام، بتاكل مين؟ أنسي بتاكل المستهلك الثانوي أنسي، وعندما ما بتموت البو أنسي الثانوي مثلا. إيه جلدان حلو. إيه أنسي عندما ما بتموت البومي بعدين هون بصير خالب التوازن البيئي، الجلدان بتتكاثر كتير لأنه ما يعني ما بيكون ما بيتمشي عدو إلها يعني ياكلها ويقلل يعني من أنواعها يعني تتكسر بشكل كبير كتير. شو بتعمل بالمحصول؟ محصول القمح؟ أنسي بتاكل وما بتعمل شيء. أنسي يعني عددها الكبير. حلو حلو تحليلك كتير، برافو. أحسنت يا محمد، جوابك تمام صار، أحسنت، برافو. طيب يلا. أنسي أنا بدي جواب على سؤال. أنا. تفضل. الاسم؟ أنسي محمود. أنا. إيه محمود يلا. خود هذا يلا. ما معنى التوازن الفيزيائي يا محمود؟ أنسي التوازن الفيزيائي أنسي مثل توازن الغازات أنسي في الجو. برافو ممتاز، أعطيني مثال تاني كمان، مثال عن التوازن الفيزيائي. هلأ كنت حنت عم تحكي لي فيها هي القصة، قصة الطاقة. أنسي الطاقة المتجددة والطاقة الغير متجددة. حلو، بس شو هي الطاقة الشمسية؟ مو الطاقة الشمسية أو أشعة الشمس هي طاقة شمسية، طاقة هوائية. أنسي حلو، برافو برافو ممتاز، شكرا كتير يا محمود، شكرا لمشاركتك. طيب مين كمان؟ أنا أنسي. أنا أنسي. بدي حدا ما شارك أبدا أبدا ولا مرة خلال هالشهر عشانك طالعيها وسبحان الله ما شاركت، بكي هلا بشارك. مريم. مريم هاي ولا مرة أسمعنا هالشاركات. هاي يلا مريم. يا مريم أصدقائك يطالبون بمشاركتك، أنت معنا مريم قيراطة؟ نعم أنسى مريم قيراطة، هي قالت إنه ما بتنوجد بس ما بتشارك. طيب بجوز في عندها ظروف إنه ما بتقدر إنه تشارك. طيب لا يلا فشل أول شيء. طيب يلا فاطمة تشاركي أنت. نعم أنسى أنا معك. يلا مريم. نعم أسمع. لا أنا فاطمة. تمام، مو مريم اللي حكيت. طيب يلا يلا معك أنسى، تفضلي. قال يتضمن التوازن البيئي في عندك 4 خيارات، التوازن الحيوي ولا التوازن الفيزيائي
ولا التوازن الحيوي والفيزيائي ولا ردم البرك والمستنقعات؟ شو الجواب الصحيح؟ أسي تضمن التوازن الحيوي والفيزيائي مع بعضهم. برافو، لأن ممتاز. الموازن الحيوي ونترك الفيزيائي، لأن أسي يعني الاثنين بيعتمدوا على بعض. أيوه. أنا مثلا التوازن الحيوي مثلا عندي الأعشاب تستمد غذاء مثلا مثل النباتات، تاخذ غذاء مثلا من اشعه الشمس، يعني بتتقوى، مو انه غذاء كاملا ولكن بتقوى باشعه الشمس. صحيح، فكملوا بعضهم هنن. صحيح، اصلا ما بيصير في غذاء، يعني ما بيصير تركيب ضوئي بلا اشعه الشمس. تمام، ممتاز، برافو عليك، شكرا لجوابك. عفوا انسى، هذا فضل الله ثم فضلك.